إذا موعدنا مع الطبخ والشيف الهادي مع وصفة كيف ما وعدتينا ووعدتينا بجوج سهلة مفيدة ورخيصة. طبيعة الحال هذه البيتزا اللي غادي نديروا اليوم هي تنشجعوا بها الناس اللي فيهم الكونسير باش يديروها في الديور ديالهم وحتى الدراري الصغار. ما فيها حتى شي حاجة كيميائية ما فيها حتى شي حاجة. غير واحد الحاجة اللي خصهم يعرفوها المشاهدين الكرام أن جميع الأطباق اللي تنديروا هنا على حسب المواضيع اللي تتجيبوا لهم إلا وتنستشر فيهم أخصائيين ومنهم سينابيل العياشي. هذه اللي غادي نديروها نديروها بالافوكا والدنجال والفلفلة. بحال الدنجال مثلا تنهزو بحال هكا الدنجال بودنجال ولا دنجال تنهزو بحال الطريقة هذه تنقطعوه دي موغسو صغار ندوزو فلاموندولين نقدروا فلاموندولين بطبيعة الحال وتنحطوهم تيتشواو تيتشواو ما تنديرو لهم لا ملح لا إبزار لا زيت لا زيت حتى تيطيبوا لينا عاد تنديرو لهم الزيت وشويه ديال الربع كما نشرح لهم تناخذ فلفله بحال هكذا تنحطها نيت هنايا وتناخذ قرعه حتى هي تنقطعها بالموندولين ولا بالموس ولا كل واحد هي هكاك شرائح رقيقه شرائح رقيقه وواحد النصيحه اللي تلقاو بواحد الخضره القرعه بحال هكذا فيها ديك الورده ديك الورده زوينه يخليوها زوينه وما يلوحوهاش ويقد يقليوها في المستقبل ان شاء الله نوري لهم كي غادي يديروا ليها ما كرهناش دونك نديروا حنا نوريهم غير الطريقه تنشدوا هذا الشيء هكذا بحال هكذا تنحطوه اللي عنده الفران يديروا في الفران اللي ما عندوش الفران تيهزوا وتيقليه ماشي تيقليه يعني تيبخروا تنحطوه بحال هكذا في سميتو في الفران لان الفلفله ان فوا تتوجد تترجع لنا بحال هذا الشكل هذا قشرتيها طبعا قشرناها وطبعا في التقشير ما نديروهاش تحت الماء ياك باش نبقى محافظه على لما نديروا لها لا ما لا والو تنقشروها نحطوها في شي بابي سولفوريزي باش تشد لنا ديك السخونيه وتتحيد القشره بوحدها تناخذ لافوكا لافوكا ما نستعملوا فيه لا موس لا والو غير بهذه الطريقه هذه نجبدو بحال الطريقه هذه انت لابس ليغات يعني تنجبدو سميتو بحال هكذا حتى كتخرج لينا بحال الطريقه تنقشروها بحال ليمونه طريقه عاديه تتعطي لنا هادشي وحتى مثلا اللي بغى يدير غير النص مثلا اللي بغى يدير غير النص يحاول ما امكن يقسمها عاد باش يقشرها تجي سهله يقشرها وحتى اللي يخليها مثلا بحال هكذا يخلي فيها هذا باش ما تكحليناش دونك تنحيدوا ليها هذا سميتو دابا غير بالموس بحال هكذا بيدينا بحال هكذا وتنمعصوها نحيد هذا سمحي لي دونك تنمعصوها بحال الطريقه هذه طبعا خاصنا ناخذوها طيبه طيبه بطبيعه الحال والافوكا دابا موجود في السوق وهذا الطبق هذا ما تينقمش غالي بزاف المهم تنمعصوها بحال الطريقه هذه دونك شنو كيبقى لينا تيبقى لينا الخبز تنهزوا الخبز اذا ما غاديش نديروا باتا بيتزا لا ما نديروش باتا بيتزا لان الباتا بيتزا شنو هي نورمالمون هما لي غريك هما اللي اكتشفوا 990 قبل الميلاد جو بحال هكذا هما اللي اكتشفوا البيتزا وفاش اكتشفوا البيتزا كانوا يديروها في الخبز ديال البيتا خبز ان شاء الله في المستقبل نوريهم كيديروا لها البيتا خديتي خبيزه ديال الشعير ديال الشعير اللي صحي من بعد جاوا لي غوما بداو كيديروا في الخبز جاوا لي زيطاليان اكتشفوها خداو داروا البيتزا وبداو تيطوروها تيعجنوا بالحليب والزيت وداك الشيء اللي وصلتنا ولكن هما تياخذوا فيها واحد كيديروا فيها العالم الوطني ديالهم اللي يديروا فيها الخضر الابيض والحمر والحمر صحيح حنا نديروا البيتزا ماروكان دونك الحمر والخضر الله يخليك دونك تناخذوا شويه ديال الزعتر اللي دابا الحمد لله موجود في السوق وهذا هذا الزعتر هذا اللي انا تفاجات تلقاه في السوق والناس ما تشريهش وحنا تنصدروه لبرا واحد الكميه كبيره دونك تنحطوا في زيت العود طري ماشي اللي ناشف طري بطبيعه الحال اللي ما عندوش طري يدير ناشف يدير ناشف ماشي مشكل غير الطري انا كنشجع يكون حاجه طريه نشجعوا عليه الاقتصاد المغرب تناخذ الثومه بحال هكذا تنلوحها وتنخليها تتنسم فاش تتنسم تناخذ زيت العود بحال هكذا طبعا نكون خليناها تنسم بطبيعه الحال تديروا بحال هكذا دونك تناخذ لافوكا ديالي السولي هي تتعود لنا لاصوص حمراء لان علاش لافوكا لافوكا هي فيها فيتامين او وهي ضد الاكسده الاكسده واللي تتشجع الناس باش ياكلوها وعلى ما كيقولوا الاخصائيين انها تساعد الناس اللي فيهم الوقايه الوقايه بزاف تنديروا بحال هذا الشكل هذا تناخذ فلفله تنحطها هنا تناخذ الدنجال اللي كنكونوا ديجا صايبناه على الطريقه هذه تناخذ قريعه
رائع. قرعه ولا بغيت سمينا عافاك داك التوصيل راه لتحت. ايه التوصيل هذا. ايه دونك فاش تنهزوه تنحطوه هنا تنديروا ثلاثة أربعة يعني بشحال ماش قدينا، تيبقى لينا لي زيبيناغ. هنا اختياري لي زيبيناغ درتهم تنطيبوهم بالثومة، تنطيبو لي زيبيناغ مزيان تنديرو الثومة تطيب معاه تندير شوية زيت العود وشوية ديال لا كغان فغيش تتعطينا هاد لاصوص هادي. لاصوص تنحطوها من الفوق. هنا أنا كاين غير لي زيبيناغ لا كغان فغيش وزيت والثومة والثومة وما فيها لا لا ابزار لا ملحه. ابغي شنو تناخذ؟ تناخذ شويه ديال الملحه اللي بغيتي، شويه الملحه على حسب القياس. بحال هكذا نوريهم قصه الملحه الطريق بحال هكذا. ابغي تناخذ شويه ديال الزعتر تنعطيه بحال هكذا وتنقدموه بالصحه والراحه. شكرا لك شيف الهادي. اكيد غادي اليوم غادي نتغدى بهذه البيتزا لانها اولا صحيه وثانيا جميله جدا، غتكون لذيذه وانا سنحمق على الخبز ديال الشعير. شكرا لك الشيف الهادي، بقاو معنا.